السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة. مثلت حلقات برنامج الشريعة والحياة التي قدمتها بين شهري يوليو عام 1997 ويناير عام 1999 علامة فارقة في تاريخ تقديم البرامج الدينية على الفضائيات. فقد تجاوزنا الموضوعات التقليدية التي يتناولها الناس، وأصبحنا نتعمق فيما يتعلق بالحياة من الموضوعات والاهتمامات، مما جذب شريحة واسعة من الناس لمتابعة البرنامج من كل الأعراق والأديان والأفكار. ولا أنسى أحد الإخوة المسيحيين حينما التقى بي في أحد المطارات وقال لي: أنا أنتظر يوم الأحد كل أسبوع، لا لأذهب إلى الكنيسة، ولكن من أجل أن أتابع برنامج الشريعة والحياة. وقد انتقيت لكم عدداً من أهم الموضوعات والحلقات التي قدمتها في تلك الفترة، والتي لا تنقضي مع الوقت، حيث أن الناس بحاجة دائمة إلى مشاهدتها والاستفادة مما جاء فيها. أكثر الناس تيسيراً في أمور الفتوى وفي أمور الدعوة وفي أمور الحياة والمعاملات هم الصحابة. لذلك نحن حينما نرجع إلى العصر الأول، حينما نرجع بالإسلام إلى أصالته وإلى فطرته الأصلية، معناها نرجع إلى التيسير وإلى الاعتدال وإلى المرونة وإلى القابلية للتطور، وهذا لا يخيفنا أبدا. أرجو منكم أن تقوموا بتفعيل الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس والإعجاب حتى تصلكم الحلقات بشكل دائم غير منقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة. موضوع حلقة اليوم عن لغتنا العربية، لغة القرآن والتشريع، وما آل إليه وضعها في ظل الضعف والانهزام العربي العام، وكيف أصبح العرب يتباهون بتدريس أبنائهم في المدارس والجامعات الأجنبية فيما لغتهم العربية تتقهقر وتتضعضع، وفيما نجحت فرنسا في فرنسة الجزائر وأكثر من 20 قطرا إفريقيا آخر كانت تحتلها، فإن العرب الذين نجحوا في نشر الإسلام في ربيع الدنيا لم ينشروا لغة القرآن، بل إن اللغة العربية أصبحت مهددة في عقر دارها. وفيما ينفق الفرنسيون والألمان والبريطانيون وغيرهم من أمم الأرض مئات إن لم يكن آلاف الملايين من الدولارات من أجل نشر لغتهم، فإن المدرسة العربية في الأمم المتحدة كادت أن تتعرض للإغلاق هذا العام بسبب تقصير الدول العربية في دفع ميزانيتها التي لا تتجاوز 60,000 دولار فقط في العام الواحد. تساؤلات عديدة حول اللغة العربية وأسباب ومعركة التعريب القائمة في الجزائر والدعوة إلى تعريب العلوم في الجامعات العربية والصلة بين اللغة العربية والقرآن الكريم، ومدى أهمية تعلم اللغة العربية لكل مسلم. هذه المحاور وغيرها نتناولها في حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور عناية الله إبلاغ، الأستاذ في جامعة الكويت. ورغم أن الدكتور إبلاغ أفغاني المولد والنشأة، إلا أنه من أبرز المتخصصين في اللغة العربية وعلومها وبيانها، ومن أبرز الدعاة إلى نشرها والتمسك بأصولها، وله دراسات وأبحاث ومشاركات في مؤتمرات وندوات دولية متميزة في هذا المجال. وقبل أن نبدأ حوارنا، نذكر مشاهدين الراغبين في المشاركة بأرقام هواتف البرنامج 888-8840 888-8841 أو 42، أما رقم الفاكس فهو 885-999. مرحبا دكتور إعجاز. حياكم الله. دكتور، في البداية لو سألتك عن اللغة العربية، بما أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم والعبادات، هل يجعل ذلك تعلم اللغة العربية فريضة على كل مسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. الأول من ناحية أهمية اللغة العربية، فإن القرآن الكريم ذكر في آيتين وعدة آيات. نذكر الآية الأولى في سورة يوسف آية رقم 2: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والآية الثانية في سورة الزخرف آية رقم 3: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا الإرشاد والهداية القرآنية تجعلنا في موقف علينا أن ندرس اللغة العربية دراسة عميقة أكثر مما يتصوره بعض الناس. وفيما يرتبط بسؤالك في ما يخص المسلمين من ناحية كون دراسة اللغة العربية فريضة أو غير فريضة، وإذا كان فريضة فهو فرض عين أو فرض كفاية. أولا هذا يتطلب مقدمات، ولكن نحن نريد الأمر بإيجاز حتى بإيجاز نخاطب إينا. المشاهد العادي نعم. الآن في ظل أن القرآن نزل باللغة العربية إينا. الحديث النبوي الشريف نصوصه باللغة العربية إينا. التشريع الإسلامي أصله باللغة العربية، هل يفرض هذا على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية حتى يفهم هذا الدين من أصوله ومنابعه؟ هذا واضح، لأن القرآن الكريم والأحاديث النبوية كلها باللغة العربية، وهذا يفرض على المسلمين أن يعرفوا اللغة العربية. ولكن نحن نتكلم من ناحية الفرض. الفرض أنتم تعرفون بأن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، وبقدر قراءة الفاتحة هذا فرض عين، معناه أن كل مسلم عليه أن يعرف سورة الفاتحة حتى يقرأها في الصلاة. ومن ناحية الفرض الكفاية، يعني إذا أداه البعض يسقط عن الآخرين، فعلى كل المثقفين أن يعرفوا خصائص اللغة العربية حتى يصلوا من معرفة تلك الخصائص إلى معرفة أسرار القرآن الكريم، وإلى معرفة الرموز التي أودع الله تعالى في القرآن الكريم، وإلى معرفة خصائص الأحاديث النبوية التي لها خصائص ورموز وأسرار لغوية وبلاغية لا يمكن الوصول إليها إلا بدراسة قواعد اللغة العربية. يعني الحد الأدنى الآن لتعلم اللغة العربية على كل مسلم سواء كان عربيا أم أعجميا أن يستطيع حفظ سورة الفاتحة وقراءتها وفهم معانيها. أما بالنسبة للمتخصصين فعليهم أن يغوصوا في أعماق اللغة ويحاولوا فهم كل جوانبها حتى يستخلصوا منها الأشياء الأساسية المتعلقة بفهم هذه اللغة ونشرها. هنا دكتور تبرز نقطة مهمة جدا، وهي قضية ما هي اللغة التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها؟ هل هي لغة الحديث؟ لغة الشارع؟ هل هي لغة الكلام، اللغة المروية المشافهة، أم أنها اللغة يعني أي لغة من اللغات ينبغي للإنسان المسلم أن يتعلمها؟ اللغة نحن ندرس اللغة من ناحيتين. من ناحية أنها وسيلة تخاطب، وسيلة تخاطب في البيئات، وندرس من ناحية أنها وسيلة للوصول إلى معرفة أسرار القرآن الكريم والأحاديث النبوية. من ناحية أنها لغة التخاطب فلا بأس بها بأن يكون مركزة على اللغة العامية، وإذا كان مركزة على اللغة الفصيحة فهو أحسن، ولكن إذا كان باللغة العامية، اللغة العامية أيضا يحصل به التخاطب. دكتور عفوا، هنا في يعني في تصورك الآن يعني إيه، ما هي الأسباب التي أدت إلى أن نجح العرب في نشر الإسلام في ربوع الدنيا تقريبا، وهناك أكثر من 1,200,000 مسلم موجودين في أنحاء العالم فيما لا يتجاوز عدد العرب 250 مليون فقط.
يعني هناك ما يقرب من مليار مسلم غير عربي، هؤلاء لا يعرفون اللغة العربية. ما هي العوائق التي أدت إلى عدم نشر اللغة العربية في تلك الأقطار أو وصولها إلى هؤلاء المسلمين؟ أنا لست معكم في عدم نشر اللغة العربية، لأن المسلم كمسلم فهو مهتم باللغة العربية ومهتم بالقرآن الكريم ومهتم بسماع القرآن الكريم ومهتم بسماع الخطب الخطب الجمعة التي تلقى بس هو لا يفهم منها باللغة شيئا. العربية لا يفهم منها باللغة شيئا. العربية يفهم كثيرا منه، لا يفهم الكثير. نحن يعني تجولنا في 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 آسيا وفي هذه الدول ورأينا أن الخطبة محفوظة بنصها، يطلع الخطيب كل جمعة هي التي يقرأها، وممكن أن يتكلم باللغة الأردية أو الهندية أو غيرها الخطبة، والناس لا يفهمون شيئا إلا القليل. كثير من أيضا الأعاجم عفوا يعني يحفظون القرآن ولا يفهمون من معانيه شيئا، تجده يقرأ القرآن تلاوة جيدة فإذا قلت له ما اسمك لم يفهم حتى ما معنى هذا الأمر. يعني ما هي الأسباب التي حالت دون انتشار اللغة العربية رغم انتشار الإسلام؟ لا، هذا واضح، لأن انتشار اللغة العربية نشرا كاملا هذا يعتبر قضاء على اللغات السائدة بين الشعوب، وهذا لا يمكن أن يقبل الشعوب غلبة اللغة العربية على لغاتهم. ولكن بقي شيء آخر وهذا هام جدا، وهو أن الإسلام ليس عنده تعريب بل تحبيب اللغة العربية. كيف؟ أرجو أن توضح هذه النقطة. تعريب اللغة العربية معناه التكليف. الإسلام لم يكلف الشعوب المسلمة الشعوب المفتوحة بأن يتعلموا اللغة العربية، لأن الإسلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا خارج عن الوسع والطاقة. فالتعريب شيء والتحبيب شيء، والتحبيب نشر بطرق مختلفة، كما ورد في الحديث النبوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحب العرب لثلاث، لأن القرآن عربي وأنا عربي وكلام أهل الجنة عربي. فمعناه جعل الموقف في موقف التحبيب، يعني شوق الناس لتعلمه ولكن لم يكلفهم. يعني ليس هناك ما يفرض على غير العربي أو يلزمه بأن يترك لغته ويتعلم اللغة العربية، وإنما هناك ما يحببه في تعلم هذه اللغة بقدر ما يفهم به دينه، بقدر ما يفهم به دينه وبقدر ما يكون متمايلا ومتزوقا لأسرار القرآن الكريم ولأسرار دينه. طيب أنا اسمح لي أشرك معي الدكتور حمدي أرسلان، الأستاذ في جامعة مرمرة في إسطنبول. مرحبا دكتور حمدي. أهلا بكم، تحية لكم جميعا. حياك الله دكتور. في هذا الإطار الذي نتحدث فيه، رغم أن الأتراك يعني العثمانيون كان لهم دور بارز في نشر الإسلام وفي إقامة إمبراطورية إسلامية ضخمة ظلت لعدة قرون من أقوى الإمبراطوريات الموجودة في العالم وكانت ترفع راية الإسلام، إلا أن الأتراك متهمون بأنهم حالوا دون انتشار اللغة العربية في الأقطار التي دخلها الإسلام وكانوا أكثر حرصا على نشر اللغة التركية منها. ما تعليقك على هذا الأمر يا دكتور حمدي؟ أولا هناك قاعدة عامة لا بد من تحليل القضايا السياسية أو الاجتماعية حسب الظروف التي عاشت فيها هذه الأمم أو هذه الشعوب أو هذه الأقوى. والدولة العثمانية كما أشرتم إليه آنفا كانت دولة كبيرة وكانت دولة تحتوي على شعوب وملل وأقوام مختلفة متعددة الجنسيات. وفي العهد العثماني في اعتقادي ما كانت هناك مشكلة اللغة. وفي الدولة العثمانية كانت اللغة السائدة في الثقافة وفي العلم وفي المدارس كانت هي العربية. فقبل كل شيء خاصة في العالم العربي لابد من أن يميز الإخوة بين شيئين، بين عهدين. الدولة العثمانية إلى عهد قريب، إلى عهد التنظيمات، وهذا العهد بدأ سنة 1839 بعد نشر أو إعلان منشور جلخانة الخط الفرمان المشهورة. نعم. ومن هذا العهد بدأ في تركيا عهد جديد، يعني يختلف تماما عن العهد السابق. ما هو الفرق بإيجاز دكتور ما بين هذا العهد وذاك بإيجاز؟ وفي إلى هذا العهد كانت المدارس الإسلامية في تركيا
اللغة السائدة هي اللغة العربية، والعلماء والمثقفون كلهم كانوا يستعملون في تأليفاتهم وفي تخاطبهم وفي أعمالهم الرسمية كانوا يستعملون العربية. ولكن هناك في هذا العهد، بعد هذا العهد، بعدما كثر تدخل رجالات الدولة من الغرب، من الأوروبيين وروسيا خاصة، بدأ رجال الدولة في الدولة العثمانية يتوجهوا إلى الغرب، يعني غيروا أو وجهوا وجوههم إلى الغرب. ومن ذلك الحين بدأ الاهتمام باللغات الأوروبية والابتعاد عن اللغة العربية. وكانت اللغة العثمانية يعني تتشكل من 80% على يعني على الأكثر، يعني كانت فيها الكلمات العربية والفارسية. والناس المثقفون كانوا يفهمون ويستعملون اللغة العربية. حتى هناك الآن يعني في أوساط قومية أو في أوساط وطنية اتهام كمان، هم يتهمون العثمانيين بأنهم كانوا يعني يستصغرون أو يحقرون أو لا يهتمون اللغة التركية. وفعلا اللغة التركية كانت هي اللغة التالية الثانوية في العهد العثماني الزائر. لكن الشعوب التي دخلت الإسلام حتى في أوروبا وفي آسيا على يد الأتراك كانت اللغة التركية هي اللغة التي يتعلمونها، في الوقت الذي يعني حضرتك الآن بتقول أن اللغة العربية كانت اللغة الأولى فيما اللغة التركية كانت الثانية. طبعا يعني في الطبقة المثقفة وفي بين العلماء وبين أهل العلم، كما ذكر أستاذنا الفاضل قبل قليل، يعني العلماء أيضا في الدولة العثمانية ما رأوا ضرورة يعني واجبة لجعل اللغات كلها والقضاء على سائر اللغات الأخرى وجعل اللغة العربية هي السائدة، ما رأوا فيها ضرورة. حتى يذكر وينقل عن السلطان سليم الأول الذي دخل مصر، وهو هذا الملك مشهور في البلاد العربية أيضا، هو المتهم من ناحية، ولكن هو الذي حاول وبإصرار على جعل العربية هي اللغة الأساسية في البلاد. ولكن شيخ الإسلام زنبيلي علي أفندي، وهو من كبار العلماء في عهده، اعترض وقال اتركوا الأمر على حالتها طبيعية، وقال وذكر وقاتل للملك للسلطان قوله تعالى استعذ بالله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. واختلاف الألسنة والألوان أيضا من آيات الله، فلا بد من مراعاتها. ثم الدولة العثمانية ما تدخل. لكن دكتور عفوا، في هذا الإطار هل تعتقد أيضا أن عدم تعلم اللغة العربية يمكن أن يؤدي إلى عدم يعني فهم الإسلام بالشكل الخالي من التعصب أو الخالي من الانحراف الفكري؟ يعني كلما تيسر للإنسان أن يفهم اللغة العربية ويعرفها، خاصة إذا كان عالما أو يعني أكاديميا أو غير ذلك، كلما ساعده ذلك وأهله لكي يفهم الإسلام فهما صحيحا ويعلمه أيضا للناس بشكل صحيح. وهذه المشكلة، يعني مشكلة اللغة أو مشكلة التمييز العنصري أو العنصرية أو القومية، في العهد البعيد ظهرت في الدولة العثمانية. من قبل ما كان أحد يعني يطعن في الآخرين بسبب لغته أو قوميته. الدولة العثمانية أعتقد طبقت نظاما مثاليا نموذجيا في البلاد البلقان مثلا. هناك يعني خارجا عن هذه النقطة، نقطة اللغة، هم ما حاولوا تتريك البلاد البلقانية واليونانية. ولو فعلوا هذه الفعلة يعني لصار جميع الناس الآن يتكلمون باللغة التركية وصاروا أصبحوا أتراك في البلاد البلقان. على العكس من ذلك، كلهم الآن يعني بعدما عاشوا تحت الهيمنة العثمانية 400 سنة عادوا إلى قومياتهم وكانوا يتكلمون ويتحدثون بلغتهم وكانوا أحرارا في دينهم. وهذه من الميز أو من فضل يعني من ناحية الإدارة الحكيمة في الدولة العثمانية، وهذا الموقف هو الذي حببهم إلى شعوب تلك الديار، ويعني سمح لهم بهذا الحكم الممتد الطويل في طيب دكتور حمدي، أنا
العلماء أيضا ما قصروا في فهم الإسلام ونقل العلوم الإسلامية إلى الناس على وجه صحيح، ولذلك كانت للعلماء أهمية ومكانة كبيرة لدى الشعب. ولكن كل شيء تغير بسبب هذا العهد الجديد، عهد التنظيمات، ولا بد من الإنسان. طب خليني أسألك دكتور حمدي، عفوا دكتور حمدي، هنا في هذه القضية الهامة وهي يعني قضية اللغة العربية وغيرها، الآن من الملاحظ أو النظام العلماني الموجود في تركيا يقف ضد قضية التعريب واللغة العربية بشكل أساسي، على اعتبار أن اللغة العربية يمكن أن تساعد على ارتباط الأتراك بتراثهم القديم ورباطهم بدينهم وبالدولة العثمانية الإسلامية التي كانت من أكبر الإمبراطوريات التي ظهرت خلال القرون الأخيرة. ما تعليقك على هذا دكتور حمدي؟ يعني هذه الفترات أو هذا العهد القريب أو الحديث يعني مختلف جدا عن العهد السابق، وخاصة بعد زوال الخلافة العثمانية تغير كل شيء، وأغلقت المدارس الشرعية، وألغي العمل بالحروف العربية، وتم تغييرها إلى الحروف اللاتينية بادعاء أن البلد ينضم إلى الركب الحضاري الحديث الغربي بسرعة. ولكن من هذه الادعاءات ما تحقق كثير من هذه الادعاءات. على الرغم من ذلك الأتراك انقطعت صلتهم بماضيهم المجيد، والآن حتى يعني في اللغة التركية حصلت تغييرات وتبديلات كثيرة. الآن الأجيال الأخيرة نستطيع أن نقول هنا دكتور حمدي، عفوا، نستطيع أن نقول بأن يعني الإسلام حفظ للأتراك لغتهم القديمة فيما جاءت العلمانية وبدلت اللغة وأدخلت فيها الحرف اللاتيني والمصطلحات اللاتينية بشكل أكبر مما كانت عليه اللغة العربية في عهد أو في العهد الإسلامي. نعم بالضبط، يعني الحروف، تغيير الحروف قطع صلة الأتراك بماضيهم بالعرب والبلاد الإسلامية يعني علاقتهم الإسلامية بالبلاد الإسلامية. والآن الأجيال الجديدة لا يفهم حتى ما كتب وألف قبل 25 سنة. يعني نقدر هنا، عفوا دكتور حمدي، نقدر هنا دكتور عنايات الله، نستطيع أن نقول هنا بأن الإسلام يعني لم يجبر أيا من الأمم أو الشعوب التي دخلت في هذا الدين على أن تترك لغتها أو تترك قوميتها وتذوب في القومية العربية أو في اللغة العربية، على اعتبار ما ذكر الدكتور حمدي في أن الله سبحانه وتعالى جعل من حكمته تعدد الألسنة وتعدد الألوان، وأن يعني يستطيع الإنسان بأي لسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يتعبد إليه. نقطة مهمة هنا نريد أن نستوضحها. ومع هذا أنا أرى لما قلت بأن هناك التعريب وهناك التحبيب، أيوة، الفرق بين التعريب والتحبيب بأن التعريب فيه التكليف وليس هناك تكليف، ولكن الإسلام لم يترك الناس حتى يكونوا في سياسة اللامبالاة تجاه اللغة. ولذلك ما هو السر بأن في قرون متوالية؟ طب تسمح لي نتعرف على السر بعد موجز الأنباء الذي حان موعده الآن. مشاهدين الكرام، نكمل حوارنا بعد موجز الأنباء، وأشكر الأستاذ الدكتور حمدي أصلان الأستاذ في جامعة مرمرة في اسطنبول على مشاركته معنا. نلقاكم بعد الموجز، إلى اللقاء. دكتور عنايات الله، توقفنا عند سر من الأسرار كنت ستتحدث به إلينا فيما يتعلق بالعلماء ونبوغهم طوال القرون الماضية، وكثير منهم كانوا من الأعاجم الذين من المفترض أنهم من غير العرب، ومن أبرزهم ربما الإمام البخاري وغيره. تفضل. أنا ذكرت هذا السر لتوضيح ما ذكرت لكم بالنسبة للتعريب والتحبيب. لأن التعريب بمعنى التكليف لم يكن في الإسلام، وهذا هو السر في نشر الإسلام. كما تعلمون بأن الفاتحين لما كانوا يذهبون إلى فتح البلاد كان معهم توصية من قائدي المسلمين لإحترام حتى معابد، احترام المعابد وعدم حرق الأشجار وعدم قتل كذا وكذا وكذا. فمعناه إن الإسلام نشر عن طريق الحالة الطبيعية والإبعاد عن الحالة القسرية. ولذلك نحن نقرأ في تاريخ الإسلام بأن الفتوحات الإسلامية كانت تتركز على الدعوة
وعلى نشر الدعوة أكثر من تركيزه كما يقول بعض أعضاء الإسلام بأنه كان فيه قتل وقتال وما إلى ذلك. لم يكن القتال كان فيه لأسباب، إذا لم تنجح الأسباب الأخرى بدأوا بهذا. ولذلك هذا كله يدل على أن الإسلام هو راعى الحالة الأصلية للشعوب، ولكن بالنسبة للغة العربية جعل موقف الشعوب في بموقف يحبب إليهم اللغة العربية. فلما حبب إليهم اللغة العربية، هذا التحبيب صار وسيلة لإيه؟ لأن نبغ ونبع علماء أعلام من غير أن يكون هناك وسائل. الإمام البخاري كتابه في عند أكثر العلماء بأن يقولون بأن صح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري، وهو من بخارى، وهو من غير العرب. فمعناه أن التحبيب اللغة العربية وصل إلى درجة بأن الناس تجمعوا حول هذا المركز وجعلوا هذا محورا، ومن هذا المحور تأدبوا وتعلموا، والتحبيب صار أنفع بالنسبة للتكليف، لأن التكليف يتوجه إلى كل، ولكن التحبيب يتوجه إلى المثقفين. ولذلك أن الإسلام بتدبيره السليم وبما يحتوي الإسلام عليه من مصالح للعباد وكذا وكذا وكذا، نحن نعرف بأن اللغة العربية مورد توجه الإسلام والمسلمين. طب دكتور، أنا أريد أسألك سؤال. أنت رغم أنك أفغاني وربما ظللت فترة طويلة لا تعرف اللغة العربية في طفولتك ونشأتك، إلا أنك يعني تخرجت من جامعة الأزهر وحصلت منها على الدكتوراه، وصرت الآن من كبار المتخصصين في أصول اللغة العربية ونحوها وصرفها، حتى صار يتتلمذ على يديك أساتذة الجامعة. ما هي الدوافع التي جعلتك تهتم باللغة العربية رغم أنها ليست لغتك إلى الحد الذي أصبحت أستاذا للأساتذة فيها؟ يعني أنا يمكن أن أقول لكم مثالي، ولست كما ذكرتم بهذه المستوى بهذا المستوى، ولكن نظرا إلى أن أسرتي ووالدي الله يرحمه دراسة اللغة العربية، أنا بدأت من أول من الصفر باللغة العربية، ولست أنا لوحدي، بل كل الأسر العلمية في أفغانستان كان دراستهم دراسة باللغة العربية، ودراسات الإسلامية كلها باللغة العربية. ولا يخفى بأن في أفغانستان، يمكن عندكم فكرة بأن في أفغانستان كان أكثر من 5000 مدارس بمستوى المعاهد الأزهرية. دكتور عفوا، يعني هل نستطيع أن نقول بأن وجود اللغة العربية، هناك حد أدنى موجود من اللغة العربية في الدول العربية والإسلامية لا سيما لدى الفقهاء والعلماء وغيرهم، يحفظ مستوى الدين لدى هؤلاء الناس على ألا ينحرفوا؟ طبعا هذا واضح. هناك محور مهم الحقيقة أود أن أنتقل لي مع الدكتور كارم غنيم، الأستاذ في كلية العلوم جامعة الأزهر. دكتور كارم، مرحبا بك. أهلا وسهلا. دكتور كارم، باعتبارك أنت أستاذ في علم الأحياء ومن كبار المهتمين بقضية تعريب العلوم وتدريسها في الجامعات العربية، وهناك معركة مستمرة من سنوات طويلة حول قضية التعريب، حتى أنه لا يوجد ربما سوى سوريا فقط التي تعتمد الدراسة في الكليات العلمية وكليات الطب أيضا باللغة العربية، فيما معظم أو كل الدول العربية تعتمد اللغة الإنجليزية كلغة أساسية في عملية التدريس. ما هي في تصورك أهم المشكلات التي تقف أمام تعريب العلوم وتدرسها في الجامعات العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكركم على هذه اللفتة الطيبة، ونقول أن الجامعات المصرية بصفة عامة اللغة الأساسية فيها في لوائح الجامعات هي اللغة العربية للتدريس، ولكن ربما يكون في هذه اللوائح أن عضو تدريس أو الأستاذ له الحق في أحيان معينة أو في بعض الأحيان أن يقوم بالتدريس بلغات أخرى. حقيقة القاعدة هي اللغة العربية، والاستثناء هي اللغات الأجنبية، ولكن الوضع والحال يقول أن العكس هو الجاري الآن. اللغات الأجنبية هي التي تستعمل في تدريس العلوم الطبية والصيدلية والهندسية والأحيائية وما إلى ذلك. الحقيقة أن هناك مشكلات
عديدة يتذرع بها أدعياء التعليم بلغات أجنبية. ممكن تجزها لنا دكتور لو سمحت بإيجاز؟ باختصار شديد جدا يقولون أن دول الاختراع والاكتشاف والابتكار ليست هي الدول العربية وإنما هي دول أجنبية. وهؤلاء الذين يخترعون ويكتشفون ويبتكرون يكتبون ذلك كله بلغاتهم. فعلينا أن نتكلم بلغاتهم ونتحدث ونكتب حتى نستطيع أن نستوعب بسرعة ما تقذف به المطابع هناك. حتى قدرت المصطلحات التي تولد بنحو 50 مصطلح علمي كل يوم. هذه واحدة من المشكلات تحتاج إلى حركة سريعة لمجامع اللغة العربية، وليست الحركة الوئيدة التي نراها في أغلب المجامع سواء في القاهرة أو دمشق أو عمان أو غيرها. هناك مشكلة أخرى. يعني هنا عفوا دكتور، نستطيع أن نقول بأن المجامع اللغة العربية تتحمل قسطا من المسؤولية في عمليات التعريب؟ تتحرك ببطء. حركتها ليست على المستوى السريع الذي يواكب 50 مصطلح يوميا تقذف به الحضارة الغربية على مستوى العالم. يعني لو تحركت عفوا المجامع العربية بشكل سريع، هل يمكن هذا أن يؤدي إلى أن يواكب العرب التطور العلمي بشكل لحظي ويومي، ولا يكون هناك أي شكل من أشكال التأخر العلمي؟ تعرف سيادتك أن هناك اتحاد مجامع لغوية على مستوى الوطن العربي. نعم. ولكن نحن المشتغلين بالعلم منذ ربع قرن لم نسمع بإنتاج لهذا الاتحاد، ولم نسمع بنهضة قومية عامة تضبط الترجمة والتعريب في العلوم المختلفة على مستوى الوطن العربي. كل دولة تعرب بأسلوب معين وبمدرسة معينة وبمنهجية معينة في التعريب، ولذلك ظهرت مشكلة التعددية المصطلحية. السوري يترجم مصطلح الأجنبي بترجمة معينة عربية، والمصري يترجم بترجمة أخرى، والتونسي يترجم بترجمة ثالثة. فإذا أنا حينما أؤلف كتابا أو أترجم كتابا في علم الحشرات أو علم الحيوان أو في الطب أو في الهندسة مدرستي أنا وبمنهجي أنا الذي دركت عليه في مصر، ربما لا يفهمني السورية أو التونسية حينما يقرأ كتابي. ذلك لأن هناك تعددية مصطلحية. عفوا، هنا قضية توحيد المصطلح الحقيقة أنا بعتبرها قضية هامة. وأنت حضرتك الآن أشرت إلى جانب خطير جدا. يعني الآن في فرنسا المجمع العلمي الفرنسي يوحد المصطلح بحيث أن كل شخص يدرس اللغة الفرنسية في أي مكان من العالم لا يمكن أن يجد تعدد في المصطلح في الوقت الذي في العالم العربي، يمكن أن يجد في كل دولة تعريب أو مصطلح يخص مترجم هذه الدولة. طب دكتور، كيف بإيجاز أيضا يتم التغلب على هذا الخلل الخطير في الوقت الذي تعقد في مؤتمرات، وهناك من المفترض أن هناك تواصل علمي ما بين المجامع العلمية؟ المؤتمرات كثيرة وفي دول مختلفة من الدول العربية، ولكن وتخرج المؤتمرات بتوصيات، والتوصيات كلها حبر على ورق، ولا تجد من ينفذ هذه التوصيات أو لا تجد هذه التوصيات النور إلى الحيز العملي. نحن نقول أن يعني الآن نستطيع أن نقول أن قرار التعريب وتوحيد المصطلحات لابد أن يكون قرارا سياسيا وليس قرارا لغويا. إلى حد كبير لابد أن يكون هناك حس وطني وقومي، ولا بد أن يكون هناك قرار سياسي متوازي مع قناعة العاملين والقائمين على العملية التعليمية في جميع البلاد العربية، وكذلك العملية البحثية الذين يكتبون بحوثهم بلغات أجنبية. لماذا لا يكتبونها باللغة العربية ثم يضعون في كل بحث أو في كل ورقة ملخص أو موجز باللغة أجنبية معينة؟ ربما الآن للأسف يا دكتور أصبح استخدام اللغة حتى التحدث بها وإدخال مصطلحات إنجليزية أثناء الحديث باللغة العربية شيء يعتبر من البرستيج الذي يحرص عليه حتى الناس العاديين جدا في علاقتهم وكلامهم، وأن أستاذ جامعي يكتب بحث باللغة العربية ممكن أن يعتبر ذلك شيء من الانتقاص لي في ظل الهيمنة الموجودة والضعف العربي العام الذي تعتبر قضية اللغة جزء منه. أنا أود أن أسألك، أنت تدرس الأحياء وعلم الأحياء من العلوم التي تدرس بالإنجليزية، هل تدرس إلى طلبتك باللغة العربية؟ أدرس أحيانا نصف المقرر باللغة العربية ونصفه الآخر باللغة الإنجليزية. نعم. لكي أنمي الثروة اللغوية عند الطالب. أنمي الثروة اللغوية العربية وأنمي الثروة اللغوية الإنجليزية. وأحيانا أدرسها باللغة العربية كاملة، درس المقرر باللغة العربية كاملة مع وضع بعض التعبيرات أو المصطلحات الأجنبية في ثنايا الكلام، حتى إذا اطلع هذا الطالب فيما بعد على أي مطبوعة باللغة الأجنبية لا يجدها
لا يجد المصطلحات الأساسية في العلم الذي يقرأ فيه أو التعبيرات غريبة عليه أو يجهل الكثير منها. يقال أن هناك الآن توجه لدى كثير من أساتذة الجامعات في مصر، ومن المؤكد أنك على علاقة بهم، في أنهم حتى في كليات الهندسة وفي كليات الطب وفي غيرها، أنهم بدأوا ينتهجون بشكل فردي تدريس العلوم باللغة العربية، وهم يقومون بعملية تعريب المصطلح، وأعتقد أن لك عدة كتب في تعريب المصطلحات. هل بدأ هذا النهج أيضا في قضية التدريس أو تعريب التدريس في المواد العلمية يأخذ شكلا، نستطيع أن نقول إن إحنا خلال 10 سنوات مثلا يمكن أن تصبح اللغة العربية لغة أساسية في تدريس العلوم في الجامعات العربية؟ الحقيقة أنه يجب أن تتضافر الجهود الفردية وأن تستظل بقيادة سياسية. لابد أن نحن نبذل جهود فردية، كل واحد منا من حبه للقرآن وحبه للغة العربية وهي لغة القرآن يقوم بالتدريس بالعربية وترجمة الكتب أو ترجمة البحوث من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية إلى العربية. وحقيقة أن هذه الترجمة تعتمد على قدرة الفرد وإمكاناته، فلا بد أن يكون هذا الفرد القائم بالترجمة متمكن من اللغة العربية كما أنه متمكن من اللغة التي ينقل عنها، حتى تكون الترجمة مستساغة وترجمة سهلة والأسلوب عذب رائق. ولكن في كثير من الترجمات التي اطلعت عليها سواء تنشر في مصر أو في بعض الدول الأخرى العربية نجدها ترجمة بأسلوب جاف وترجمة ركيكة البنيان. ربما هذا هو الذي يجعل الطلاب يعزفون عن القراءة والاطلاع في العلوم المختلفة بلغة عربية. فإذا كانت الترجمة متينة رقيقة جميلة عذبة تطلع على كل العلوم بيسر وعذوبة. دكتور، سؤالي الأخير لك، عفوا سؤالي الأخير لك هو، يعني هناك أيضا من يدعي أو يقول بأن الطالب الذي يدرس العلوم باللغة العربية يكون أضعف من الطالب الذي يدرسها باللغة الإنجليزية. وأنا الحقيقة هنا ألاحظ في الهند مثلا وفي الصين وفي هذه الدول أن هناك ترجمة يومية لكل ما يصدر من كتب في العلوم هناك، وكانت مشكلة حقوق الطبع من المشكلات التي أثيرت بين الولايات المتحدة والصين واعتبرت من القضايا السياسية في قضية حفظ الحقوق وغيرها، على اعتبار أن الكتاب كان يصدر صباحا في نيويورك ممكن في نفس تاني يوم أو ثالث يوم ممكن أن يكون مطبوع باللغة الصينية بشكل كان يذهل الآخرين، وأيضا كان يؤدي إلى أن الصينيين يدركوا العلوم. هذا غير موجود وغير متوفر في العالم العربي. لكن أنا حتى لا أدخل في هذا الإطار اللي ربما يكون أوسع من السؤال الدقيق اللي بسأله لك، مستوى الطالب المتخرج الذي درس فقط باللغة العربية هل يمكن أن يكون أضعف من الطالب الذي درس باللغة الإنجليزية؟ كيف يكون ضعيفا؟ هو الطالب يعلم المعلومات في علم مثلا الحشرات أو علم الحيوان، يعلم هذه المعلومات باللغة العربية، وطالب آخر يعلمها باللغة الإنجليزية، فما هو يعني المبرر الذي يجعل هذا الطالب أقوى من هذا الطالب؟ قضية المصطلح التي إحنا تحدثنا فيها منذ قليل. الطالب الذي يسافر إلى الدول الأجنبية عليه أن يدرس اللغة التي سوف يسافر ويدرس بها، يدرسها 6 شهور أو سنة ليستوعب هذه اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، ثم يذهب إلى تعلم أو يضيف إلى علمه المزيد من المعلومات أو المزيد من التقنية المختلفة. إذن الضعف ليس في التدريس بلغة معينة، الضعف هو في كيفية توصيل المعلومة للطالب. نعم، يعني القضية هنا هي قضية المعلومة أيا كانت لغتها، وليست قضية اللغة الإنجليزية كلغة للعلوم والتكنولوجيا كما كم من المعلومات يتلقاه الطالب بأي لغة كانت. وطبعا اللغة الأم هي أسهل اللغات، وهي لغة الإبداع، هي لغة الإبداع. شكرا للدكتور دكتور كارم غنيم، الأستاذ في كلية العلوم جامعة الأزهر، أشكرك على هذه المداخلة وعلى هذه المشاركة. دكتور عنايات الله، عندنا قضية خطيرة وهامة جدا، وهي التعبد بغير اللغة العربية. الآن هناك الصلاة لابد أن تؤدى باللغة العربية، عبادات الحج لابد أن تؤدى باللغة العربية. إذا كان الإنسان لا يتقن أو إذا كان المسلم لا يتقن اللغة العربية، تلاوة القرآن أيضا لابد أن تؤدى باللغة العربية، هل يمكن له أن يتلو القرآن بلغته هو أيا كانت هذه اللغة؟ هل يمكن له أن يصلي بلغته هو أيا كانت هذه اللغة؟ أم أنه يجب أن يتلو القرآن فقط بالعربية وأن يصلي فقط أيضا باللغة العربية ويؤدي العبادات والمناسك باللغة العربية؟ هذا ما ذكره الفقهاء المجتهدون. الفقهاء المجتهدون، جمهور الفقهاء على أن اللغة العربية
اللغة العربية ضرورية، اللغة العربية ضرورية، ومن غير اللغة العربية لا يمكن يؤدى الصلاة. ولكن الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله له روايتان. الرواية الأولى بأنه يصح بغير اللغة العربية، وخصص في هذا اللغة الفارسية والفارسية الدرية. هل لأنه كان فارسيا دريا وأنت أيضا فارسيا دري؟ أين الدري وهو فارسي أفغانستان. نعم. ولكن هي هل لأنها يعني تحوي من مفرداتها ما يزيد على 60% تقريبا؟ لا ما يقرب إلى 60 وما يزيد على 60، يعني كلماتها كلمات عربية. نعم. ولذلك ذكر بأن العاجز عن اللغة العربية يمكن أن يؤدي الصلاة باللغة الفارسية. ثم هذا هذه الفتوى ربما كانت للفرس الذين لا يعرفون، ليس لكل الشعوب الأخرى. طبعا طبعا. لأنه كان يعيش بينهم، وأعتقد أنه تراجع فيها أيضا. تراجع عن هذا في أواخر تراجع في آخره. نعم. وذهب إلى ما ذكره صاحبه. نعم. وعلى كل حال قبل عدة أيام كان في مؤتمر في جامعة الأزهر بعنوان دور الترجمة في نقل الحضارات، وأنت شاركت فيه؟ وأنا كنت مشترك فيه بالبحث. نعم. وكان من قبل 14 يوم. وهناك كان فيه بحوث ألقيت، هذا المؤتمر رتبتها كلية الدراسات الإنسانية. المهم خلاصة المؤتمر خلاصة وما حدث بأن فيه بأن ترجمة القرآن. نعم. شيء وأصل القرآن شيء. القرآن الكريم عبارة عن النظم والمعنى، النظم والمعنى، والترجمة عبارة عن المعنى، وربما لا يكون هذا المعنى أصل المعنى الذي يقصده القرآن، يقصده القرآن الكريم أو نص القرآن، لأن الترجمة في ترجمة لا يمكن أن يؤدي أصل المطلب. ولذلك كان هناك بحوث هامة جدا وقرارات بهذا بأنه لا يمكن أن يؤدي الترجمة أصل ما قصد به القرآن الكريم. ولذلك بالنسبة لمن يتلو القرآن الكريم عليه أن يتعلم، عليه أن على كل مسلم أن يتعلم القرآن الكريم بقدر ما يصحح الصلاة. ولكن إذا كان عاجزا كاملا فمن الممكن أن يؤدي بالترجمة، ولكن هذه الترجمة لا تعتبر قرآنا، لأن القرآن عبارة عن النظم والمعنى جميعا. والدليل على ذلك هو إيه؟ النظم والمعنى جميعا، الآيات القرآنية. نعم نعم. وهو إيه؟ إعجاز القرآن الكريم، إعجازه بالنظم والمعنى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولذلك الجانب الإعجاز في القرآن الكريم النظم والمعنى جميعا، والترجمة نحن لا نسكر الباب، لا نسد الباب. نعم. لا نقول بأنه ليس هناك تضييق، وإنما تضييق. في حالة الاستحالة يمكن للإستئذان أن يستعين بالترجمة. مع الأخ منغوم مختار من جامبيا. أخ منغوم. نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا أشكركم على تناولكم لموضوع اللغة العربية. حياك الله. شكرا. وواجب المسلمين على تعلمها. هذا الموضوع موضوع يستحق الطرح في بساطة البحث والمناقشة لا شك، ونحن نطرحه لذلك. لكن تفضل. اسمحوا لي أن أقول أولا إنه من المؤسف جدا أن العرب هم الذين ضيعوا هذه اللغة، أو هم الذين أهملوا، لم يهتموا بهذه اللغة يعني بدرجة أقل. فأما في هذه النقطة اللي نحن عليه الآن. نعم. قبل قليل نحن الآن عندما نستمع إلى مثلا أنا في دولة أجنبية بالنسبة للغة العربية، وإن كانت دولة إسلامية. يعني دولة جنبية تقع في أقصى غرب إفريقيا، يسكنون الغالبية العظمى فيها. دقيقة واحدة يا أخي لو تكرمت. أنا أردت أن أصل إلى شيء واحد. عدم اهتمام العرب بلغتهم أصبحت يعني قضية مخجلة جدا جدا جدا. يعني انعكس هذا عليكم. كلما استمعت إلى إذاعة أو قناة عربية عند قراءة النشرة عند كل شيء
تجدهم يتكلمون بلهجات يعني باللغات أجنبية. حتى أنت يا أخ أحمد قبل قليل سمعتك تقول هذا البرستيج. برستيج هذه ليست كلمة عربية، ونحن في صدد الحديث عن اللغة العربية. الذين خدموا الإسلام خدموا اللغة العربية في السابق أكثرهم ليسوا عربا، هذا الأمر معروف. أما قراءة القرآن بدون اللغة العربية فهذا شيء لا يجوز، لا يجوز. ونحن قبل قليل سمعنا الأستاذ المصري يقول إنهم يعني في تدريس العلوم يدرسونها باللغات أجنبية، باللغة الإنجليزية مثلا، باللغة هذه اللغة العربية لم تعجز عن استيعاب هذه العلوم. العلوم ليست لها لغة. ليست لها لغة. وإذا كنا نتحدث الآن عن العبادة وكأننا نريد أن نجعل اللغة العربية لغة للعبادة فقط، وأما العلوم هذه يجب أن تدرس في بلغة أخرى، بلغة الإنجليزية مثلا. أنا حتى يعني 27 من عمري لم أكن أعرف كلمة واحدة بالعربية. دكتور ما تخصصك عفوا؟ أنا تخصصي دراسة إسلامية. دراسة مقارنة. نعم. مقارنة الأديان. درست في الأزهر أم في أي جامعة؟ في الأزهر. لا لا أنا لست مرتبطا بالجامعة، أنا الآن أعمل مديرا لمكتب هيئة الإغاثة الإسلامية في غرب إفريقيا بالسنغال. وأنت نعم. أنت جامبي من جامبيا نفسها؟ أنا جامبي الجنسي أنا. نعم دكتور أنا أشكرك جدا يعني وأنت أنا بذلك لست عربيا ولست إنجليزيا ولست فرنسيا، كل هذه اللغات درسناها فقط. أنا خريج جامعة أم القرى بمكة المكرمة تقريبا درستها عن يعني أنا فقط يعني وددت أن أعرف أين تعلمت اللغة العربية وتتكلم بها بطلاقة وتحمل العرب مسؤولية عدم نشر لغتها. في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. أشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا على هذه المداخلة التي حملت فيها العرب مسؤولية اللغة العربية، ولذلك احنا ضيفنا أفغاني وأنت من جامبيا، وهذا يعني يؤكد على حرصنا على يعني استشعار أن غير العرب أكثر اهتماما باللغة حتى من العرب أنفسهم. معي من الجزائر الدكتور عثمان سعدي رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية. تفضل يا دكتور عثمان. أهلا وسهلا، شكرا، حياك الله. والله أود بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أوضح نقطة فقط، أن سبقا قلتم أن الفرنسة موجودة في الجزائر فقط بالمغرب العربي، لا مش صحيح. الفرنسة شاملة لكل المغرب العربي ما عدا ليبيا، بل بالعكس في تونس والمغرب وموريتانيا الفرنسة أعمق مما هي في الجزائر. مثلا في المدارس الجزائرية العلوم والرياضيات والفيزياء تدرس باللغة العربية، حتى البكالوريا، بينما نجدها في تونس والمغرب لا زالت حتى الآن تدرس باللغة الفرنسية وموريتانيا. إذن المرض الفرنسة عام في المغرب العربي كله، لكن فرنسا ترفع شيء تحارب الجزائر وتواجه الجزائر لأنها عجزت أن تروض الجزائر في إطار النادي الفرنكوفوني، بينما تونس والمغرب وموريتانيا هم أعضاء في النادي الفرنكوفوني، ولهذا تتغاضى عن أشياء كثيرة منهم. دكتور تسمح لي أسألك عن يعني قضية التعريب الآن في الجزائر، يعني وأخذت أو تأخذ بعدا يعني كأنما دخلت في قضية صراع وقضية خلافات، ما هي الأبعاد التي أدت إلى ذلك؟ لا توجد خلافات، هو مثلا يرفع شعار أن التعريب ضد البربرية، غلط، خطأ. التعريب يحل محل اللغة الفرنسية، لأن البربرية في الجزائر عبارة عن لهجات. نعم. لا ليست يعني ليست لغة مكتوبة بربرية، ليست لغة مكتوبة ولا مدروسة اللغة البربرية ولا مدروسة. حتى الأحزاب البربرية مثل حزب السعيد سعدي وحسين أيت أحمد أدبياتهم كلها باللغة الفرنسية، ليست لهم وثيقة واحدة باللغة البربرية، لأن البربرية عبارة عن لهجات للعربية العاربة. أقول للعربية العاربة، تكاد لا توجد كلمة واحدة في البربرية ليس لها وجود في لسان العرب. يعني قضية التعريف في الجزائر، عفوا يا دكتور، قضية التعريف في الجزائر حتى نفهمها بشكل صحيح الآن، أنها لا تستهدف، عفوا اسمح لي يا دكتور، أنها لا تستهدف اللهجات المحلية أو الأشياء القبلية الموجودة، وإنما هي قضية إحلال للغة العربية
محل اللغة الفرنسية التي سادت في المنطقة المغربية كلها إبان الاستعمار الفرنسي، صحيح هذا التصور؟ إدارة الدولة تسيطر عليها اللغة الفرنسية، بينما التعليم في الجزائر 7.5 مليون تلميذ في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي كلهم معربون يدرسون الفرنسية كلغة فقط، سائر المواد تدرس باللغة العربية، لكن كلية الاقتصاد والعلوم الإنسانية والتجارة والجغرافيا والإحصاء وغيرها باللغة العربية، لكن الطالب عندما ينتهي من الجامعة ويذهب إلى إدارة الدولة أو إدارة القطاع الخاص يضطر إلى أن يتعلم الفرنسية لأن الإدارة تدور باللغة الفرنسية. إذن المعركة في الجزائر ليس في تعريب التعليم ولما في تعريب البلاد ولما في تعريب الإدارة. طيب الآن ما هي المشكلة إذا كانت الحكومة نفسها هي التي أصدرت قرار التعريب؟ ما هي المشكلة ولماذا الأمور مضخمة الآن في الجزائر حول موضوع التعريب؟ لأن أبواق الاستعمار الفرنسي الجديد تضخمها. فرنسا لها وجهان، وجه موجه دكتور ربما هناك خلل، ربما هناك خلل في الاتصال، نعاود الاتصال بك أو نشكرك على هذه المداخلة وعلى اتصالك معنا، وربما القضية الآن صارت واضحة تماما. أشرك الدكتور عمر الزين الأستاذ في جامعة الملك عبد العزيز في جدة. دكتور عمر، السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي، أشكركم على هذه الحلقة الجميلة، وأنا أود أن أوضح فارقا مهما ما بين كلمتين دائما ما نخلط بينهما، وهي الترجمة والتعريب. نعم، الترجمة أن آتي بكلمة تقابل ما هو باللغة الأجنبية، أما التعريب فأنا أخذ الكلمة الأجنبية وأضعها في ميزان اللغة العربية. جميل. مثلا أخذ كلمة إلكترون وأترجمها للغة العربية أو أعربها بكلمة إلكترون. نعم. أما إذا ترجمتها فأنا أترجمها بما يقابلها بالعربي وهو كهيرب. وهناك كثير من الإخوة يخلطون ما بين الاثنين. أنا أود أن أقول أننا كنا في زمن قديم أن كل كتب العلوم كانت تكتب باللغتين العربية والإنجليزية، ولا سيما الأحرف وفي الرموز الكيميائية. نعم. الآن نجد أن جميع الكتب لا تستخدم إلا الأحرف الأعجمية الإنجليزية، أما الرموز العربية التي هي أساس علم الكيمياء فقد نسيت تماما. وأنا أود أن أقول هنا بأن لا يمكن أن ترى حضارة من الحضارات، ابحث في التاريخ بأكمله. نعم. لا يمكن لك أن ترى حضارة أو تعلم بحضارة قد وصلت إلى 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 أوجها بغير لغتها. اليونان، اليابانيون الآن، كل من أراد أن يصل إلى قمة الحضارة فلا تتأتى له هذه المهمة إلا بعد ترجمة العلوم إلى علومي. يعني أنتم يا دكتور، أنتم الآن كأكاديميين وأساتذة جامعات تتحملون قسطا كبيرا من المسؤولية في هذا الجانب، وهناك أعرف كثير من الأساتذة الذين اتصلت بهم أثناء إعداد الحلقة في جامعات في القاهرة، في جامعات مختلفة، منهم أساتذة في الهندسة وفي غيرها، يدرسون طلباتهم باللغة العربية، رغم أن هؤلاء الأساتذة درسوا في أمريكا وفي بريطانيا وفي الدول الغربية. فقضية التعريب الآن وقضية المعلومة كما أشار الدكتور كارم غنيم في مداخلته، المعلومة ليس لها لغة، يعني لا نفرض أن المعلومة لابد أن تدرس أو تنقل أو تفهم باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية، وإنما يمكن أن تعرب إلى أي لغة. وأشكرك على التفريق الذي أوضحته ما بين قضية التعريب وقضية الترجمة. دكتور عمر، لازلت معنا؟ نعم. هل من إضافة أخيرة حتى نطيح المجال لآخرين؟ أود أن أقول أن لغتنا العربية أغنى من أي لغة أجنبية، ولكن الضعف ليس في اللغة العربية وإنما فينا نحن. الكل يركز على هذه بما فيه الإخوة من غير العرب، ومن بينهم ضيفنا في الاستوديو الدكتور عناية الله إبلاغ، أحد كبار المتخصصين في اللغة العربية. دكتور إبلاغ، هناك قضية، هل لك تعليق على ما ذكره الإخوة من غامبيا ومن الجزائر ومن السعودية في مداخلاتهم المختلفة حول موضوع اللغة العربية؟ أنا عندي تعليق إجمالي،
وهو أننا لا نلقي اللوم على العرب في هذا، لأن الحالة في هذا العصر وصل إلى درجة العرب وغير العرب كلهم لهم مسؤولية تجاه اللغة العربية، كما أننا نشعر بشيء من الضعف في العرب، أو نفس الشيء نشعر في العجم في غير العرب أيضا. ولذلك هذه مشكلة، وهذه المشكلة على عاتق المسلمين، وعلى المسلمين أن يحلوا هذه المشكلة. فكيف هم، هل يعتبروا أنفسهم في موقف اللامبالاة تجاه هذا الضعف العام؟ لكن المسؤولية تقع على العرب بشكل، يعني الآن هناك 5 لغات أساسية في الأمم المتحدة معتمدة، من بينها اللغة العربية. يصل الحال بأن يعني الميزانية السنوية المقدارها 60,000 دولار فقط، يصل الأمر إلى أن العرب يقصروا حتى في دفع هذا المبلغ الزهيد للحفاظ على لغتهم في يعني هذه المؤسسة العالمية. وتقول الآن يا دكتور أن العرب لا يتحملون، وإنما المسؤولية مسؤولية الجميع. المسؤولية مسؤولية الطرف المباشر المعني، ويشترك الآخرون في المسؤولية مثلكم أنتم ومثل الآخرين. لما نقول هذا هو المعني، فمعناه خصصنا اللغة العربية وخدمة اللغة العربية للعرب. وأنا أعتبر بأن اللغة العربية لغة القرآن الكريم، والقرآن الكريم للمسلمين كلهم، فعلى المسلمين أن يساهموا في خدمة اللغة العربية كلهم، وليس معناه بأن هذا على عاتق العربي فقط. وإذا كان على عاتق العربي فقط، فمعناه أن نحن خصصنا اللغة العربية بلغة التخاطب. وأنا أرى بأن هذا خطير جدا، هذه الفكرة بأن اللغة العربية لغة التخاطب فقط. لا، اللغة العربية لغة خدمة القرآن الكريم ومعرفة أسرار القرآن الكريم وأسرار الحديث النبوي أولا، ثم لغة التخاطب ثانيا. يعني أنت الآن تلقي بالمسؤولية على كل مسلم، على تجاه كل مسلم على تجاه اللغة العربية وتجاه الضعف اللغة العربية. وهناك ضعف عام. يعني كيف العلماء الأعلام كتبوا كتب متون، نحن الآن لا نعرف هذه المتون ونحذفها من المناهج، من المناهج في العرب وفي العجم، في الجامعات العربية وفي الجامعات العجمية. وأنا اقترحت هذا في جامعة الأزهر، وقلت كيف أنتم حذفتم كافية ابن الحاجب من مناهج كلية اللغة العربية؟ حذفوا الكثير. وهكذا الآن. ولذلك هذه مشكلة، ليس مشكلة خاصة للعرب. يعني إذا كنتم تريدون بأن العرب عليهم أن يساهموا في هذا، أنا أقول العجم أيضا عليهم أن يساهموا في ما يرتبط بالخدمة اللغة العربية، وليس العرب فقط. شكرا لك. الأخ عبد الرحمن عبد الله من هولندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكر أستاذ وأخ أحمد، حياك الله. أنا ربما أزيد إخوة، أنا جنسيتي صومالية ومقيم هولندا. مرحبا بك وبكل الإخوة الصوماليين. نعم، سؤالي هو ما دور الذي لعب إخوة العرب غير المسلمين حول حرب وتحقير اللغة العربية؟ مثلا أنا سكنت بعض البلدان الأوروبية وأتكلم اللغات الأوروبية كذلك، إضافة اللغة العربية، وأنا تعلمت كذلك اللغة العربية كما أستاذ وأخ جامبيا وإخوة يعني المسلمين. نعم. حبا لفهم الإسلام وسيرة وتراث. نعم. الكبير الإسلامي. نعم. وما هو دور الذي لعب كذلك العلمانيون؟ وهذا ليس سهل، وهو لا يخفى علينا اهتمام أهمية اللغة العربية. هذا هو سؤالي وشكرا. حياك الله يا أخ عبد الله. الأخت فاطمة زين من مكة المكرمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي الفاضل أخ أحمد، لي مداخلة بالنسبة لترجمة القرآن الكريم. في عهد الملك فيصل توجه مجموعة من دول العالم الإسلامي لمحاولة ترجمة القرآن، فعرض الموضوع على رابطة العالم الإسلامي، إلا أنهم حاولوا ترجمة فوجدوا أن القرآن يتغير تماما إذا ترجم بأي لغة مهما كانت، فلذلك أصروا على وأصدروا قرار في أن القرآن لا يترجم نهائي، إنما معاني القرآن ممكن ترجمتها. أختي فاطمة، أنت تصدري قرار، أنت متخصصة؟ نعم. هل لديك تخصص معين أو كذا؟ في لغة تاريخ حديث. نعم. يعني أنت تصري على أن عملية الترجمة هذه لا تليق، وأن يجب أن يقرأ القرآن
نصا ومعنا وروحا، وهذا يفرض على كل مسلم أيضا أن يتعلم اللغة العربية حتى لا يفقد معناها القرآن، بلاغة القرآن لا تفقد معنى. أما النقطة الثانية أنه الفشل العرب في نشر أو في فرض لغتهم لم يفشلوا، بدليل أنه في حاليا في البوسنة والهرسك وبعض بخار ناس يجيدوا اللغة العربية رغم أنهم مهم أساسا عرب. حتى في مكة المكرمة بعض الجاليات رغم ولادتهم في مكة ودراستهم في المدارس وإتقانهم اللغة العربية كما نتقنها نحن، إلا أنهم يصروا على أنه في البيت لا يتخاطبوا إلا بلغتهم، لأنه يعتبر هذا من هويتهم أو من الانتماء إلى بلادهم. إذن هذا شيء نابع من الإنسان نفسه. شكرا لك يا أختي فاطمة، وأعتقد أيضا أن التوضيح الذي ذكره الدكتور عناية الله وكذلك الدكتور حمدي أرسلان من تركيا في أن النصوص القرآنية لم تجبر غير المسلم على ضرورة تعلم اللغة العربية، بل قالت أنها من آيات الله سبحانه وتعالى اختلاف الألسنة والألوان. الأخ يعقوبي مراد من الجزائر. يعقوبي يبدو أن هناك خلل. دكتور هناك الآن الأخ عبد الرحمن عبد الله حينما تكلم يقول أن العلمانيين قد لعبوا دورا في قضية تدمير اللغة، وهذا يجعلني أسألك عن قضية العامية التي سعى سلام وموسى وغيره إلى ترويجها في قبلها أكثر من 50 عاما، واعتبار أن العامية لغة لابد أن تكتب وأن تروى وأن تحكى وأن تكون هي اللغة البديلة، وأن يكون لكل قطر لغته العربية الخاصة به. هل تعتقد أن هناك دورا خفيا في قضية تدمير اللغة العربية من خلال قضية العامية؟ نحن إلى الآن تكلمنا فيما يرتبط باللغة الفصيحة، ولكن بالنسبة للغة العامية، اللغة العامية لها دوران. الدور الأول كتراث، ليس نحن لا ننكر أهميتها، ولكن إذا كان اللغة العامية والتشويق لدراسة اللغة العامية سببا للقضاء على اللغة الفصيحة فعلينا أن لا نعترف باللغة العامية. يعني إذا كان اللغة العامية وترويج اللغة العامية ينافي معرفة أسرار القرآن الكريم فمعناه بأنه مخالف لما نحن بنينا حوارنا عليه، وهو الهدف الأصلي لدراسة قواعد اللغة العربية. ولكن إذا كان ولكن ومع هذا لا ننكر بأن اللغة العامية كتراث شعبي في المرتبة الثانية لها أهمية، ولكن بشرط أن لا تقضي على أصل الهدف الإسلامي وهو معرفة أسرار القرآن الكريم عن طريق اللغة الفصيحة. دكتور هناك يعني قضية خطيرة بدأت تبرز الآن، وهي الدعوة إلى تبسيط اللغة وإلى قواعد اللغة، لا سيما النحو الذي يحفظ اللغة العربية والذي يعتبر أحد العمد والأسس في هذا الأمر. وظهر كتاب للدكتور شوقي ضيف رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة يدعو إلى قضية يعني تبسيط النحو، وأنت اختلفت معه في هذه القضية. الآن اللغات كلها تتطور، لماذا لا توافقون على أن تتطور اللغة العربية شأنها شأن اللغات الأخرى؟ أنا ألقيت في هذا محاضرات في لجنة زكاة العثمان بالكويت، وخلاصته بأني أعتبر نصوص اللغة العربية نصوصا محترمة لا يمكن حذف هذه النصوص، فلا يمكن أن يوجد في عصرنا هذا شخص يقضي على قواعد اللغة العربية وعلى نصوص اللغة العربية المعترف بها خلال قرون عديدة، بدءا من سيبويه وأستاذ سيبويه ومنتهيا إلى ابن هشام، كلهم متفقون على شيء. مثلا الإعراب التقديري، الإعراب التقديري هو ثابت ونحن نحتاج إليه في القرآن الكريم، وإذا كنا نقول بأن الإعراب التقديري صعب على الشباب علينا أن نحذفه، إعراب المحلي صعب على الشباب علينا أن نحذفه، هذا كله قضاء على اللغة وهذا خطير جدا جدا، وهذا ليس خدما للغة، لأن الأدلة التي تذكر في 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 هذا الكتاب بأن الصعوبة وعسر هذه القواعد تجبرنا على حذف بعض القواعد. سؤالي هكذا، هل أنت أدركت هذه الصعوبة أو هؤلاء الذين ألفوا في قواعد اللغة العربية خلال
خلال قرون عديدة لم يقولوا هذا الصعب. طب أنا أريد أسألك عفوا سؤال هنا. لا لا أنا أكمل كلمة هنا. تفضل. وبعبارة أخرى، إذا كان هناك في نظرك صعوبة في قواعد اللغة، هل أنت ترفع مستوى الشباب إلى أن يعرفوا أو تنزل مستوى القاعدة؟ تنزيل مستوى القاعدة ليس غلط. صارت القاعدة الآن في التعليم لا سيما حتى التعليم في الأزهر هو النزول إلى مستوى الطالب وليس رفع الطالب إلى مستوى اللغة، وهذا الآن عامل يعني شكل من أشكال الصراع ما بين الدعاء إلى قضية التأصيل والحفاظ على العلوم القديمة وما بين دعاة التبسيط والتقليل على أن المناهج ثقيلة وأن هذا غير مناسب للطلبة. لا، فرق بين التبسيط وبين الحذف. أنا لست مع الحذف، أنا مع التبسيط. كيف يعني هم أيضا يتخذون التبسيط مدخل للحذف؟ لا، إذا كان مدخل للحذف فلست مع التبسيط. يعني أنت التبسيط ضدهم؟ التبسيط معناه أي ضده. التبسيط معناه تغيير الشكل من طريق إلى طريق. يعني هنا ندخل في أسلوب التدريس نفسه والطريقة وليس وطريق الأستاذ وليس في أصل الموضوع. ولكن إذا كان هناك حذف، المشكلة في كتاب تجديد النحو بأنه حذف كثيرا من الأشياء، مثلا من تلك قال لا حاجة إلى أن نقول ليميز الله الخبيث من الطيب، أن هناك مقدر. ولم يفكر بأن أن تقدير أن هنا لأن يميز الله الخبيث من الطيب له أدلة كثيرة، ومن تلك الأدلة بأن أن لا يدخل على لام الجر لا يدخل على الفعل، فاللازم أن نجعل يميزا مؤولا إلى الاسم وبمعنى التمييز عن طريق أن. ومثل هذه أدلة كثيرة تجبرنا على أن نقول مثل هذه الأفكار ليس خدمة للغة العربية، بل يعني أنت تعتبر هذا يمس أيضا النص القرآني. قضية الحذف هذه يمكن أن تمس النص القرآني ومن ثم يكون لها تأثيرها المباشر على بناء اللغة، على بناء اللغة، على اعتبار أن القرآن هو الحافظ الأساسي للغة. دكتور، عندي سؤال مهم في هذه المسألة. واضع النحو في البداية سيبويه هو لا هو أبو الأسد الأسود، أبو الأسود الدؤلي ومن بعده من علماء النحو. عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه أمر أبو الأسود الدؤلي حتى يدع قواعد النحو. طيب. ثم علي رضي الله عنه، وهذا الإمام القرطبي ذكر هذين الحديثين كليهما. نعم. دكتور، هل هؤلاء وضعوا قواعد النحو من خلال نصوص القرآن الكريم أم وضعوها من البيئة؟ لا، نصوص القرآن الكريم والبيئة، ولكن نصوص القرآن الكريم هو المركز، هو الأساس، ركيز الأصلي. ولذلك أنا أعتقد بأن القرآن الكريم أمات الفوضى اللغوية. كان هناك فوضى لغوية، ولذلك نحن أي شيء إذا كان فيه اختلاف من ناحية اللغة علينا أن نرجع للقرآن الكريم، والقرآن الكريم هو الحكم الفاصل والقاطع في هذه الاختلافات. لذلك لا يمكن أبدا أن يأتي أي ناس محدثين مثلا أو يريدون التطوير ويقولوا الفاعل مرفوع ليه ما احنا ننصبه. نحن ننصبه لأنه صعب، والقرآن الكريم من الأول إلى الآخر الفاعل فيه مرفوع. نعم. فكيف أنت تنصبه؟ يعني الآن القرآن يحفظ قواعد اللغة، وبالتالي فقواعد اللغة العربية ربما تكون القواعد اللغوية الوحيدة الغير قابرة للتطوير أو للتغيير. غير قابلة للتطوير والتغيير، هذا واضح جدا. دي معلومة مهمة، أشكرك جدا أنك أوصلتنا إليها. الأخ أمير جابر، رئيس جمعية أهل البيت في هولندا. نعم، السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. تحية كبار وجلال للأخ الدكتور أحمد منصور على هذه البرامج التي دائما تأتي في محلها. حياك الله، شكرا يا أخي. صراحة أنا أردت أن أنقل تجربة هنا في هولندا، لأنه عندما سمعت الأستاذ الدكتور من القاهرة يقول أن هنالك دول عربية وتختلف في المصطلحات. نعم. فسؤالي لماذا لم تكن مصر هي الرائدة؟ لأنه هنا في هولندا على سبيل المثال، هولندا 15 مليون، ودراستهم بالهولندية حتى المراحل العليا من الجامعات. وقد أثيرت ضجة حول استعمال اللغة الإنجليزية، لأنه قد يستفادون من الجانب الاقتصادي، لأنه كثير من الطلبة لا يرغبون بالمجيء إلى هولندا لأنها تعلم باللغة الهولندية. نعم. لكن رغم ذلك أصروا على أن يستمر التعليم باللغة الهولندية، اعتزازا بلغتهم وهويتهم، لأن اللغة هي الهوية. فأنا أعتقد للأسف الشديد، حسب ما درسنا بالجامعات العربية، أن هنالك نوع، خاصة ببعض الأساتذة الذين تعلموا في الغرب، نوع من الانسلاخ من الهوية. فهو يحاول أن يطعم لغته باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، كأنه نوع من
يشعر بشعور بالنقص اتجاه اللغة العربية. وإلا كيف تستطيع اللغة الهولندية هذه اللغة التي يتكلم بها 15 مليون تستوعب كل المصطلحات أو اللغة الدنماركية أو جميع هذه الدول المتقدمة جدا وأن تجار العلم، في حين اللغة العربية هم نفس الهولنديين يقولون فيها حوالي 10 ملايين مصطلح. هذه اللغة الواسعة التي تحتوي على مترادفات لا حد لها ولا حصر لا تستطيع أن تستوعب اللغة العلمية الحديثة. أشكرك أخي أمير، مداخلتك واضحة جدا الحقيقة، وبتحمل أيضا العرب والمسلمين مسؤولية الترجمة، وأن قضية التعريب أو الدراسة باللغة العربية لا يمكن أبدا أن تكون عائق. وأمامنا التجربة السورية، تجربة واضحة في هذا المجال. الأخ جلال العكاري من لندن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. يا أخي في الحقيقة أنا أردت أن أتدخل في نقطة بسيطة جدا حتى لا أخذ وقت البرنامج. قضية التعريف في الجزائر، في الحقيقة لم يكن كل البربرة وكل الأمازيغ ضد قضية التعريف، والدليل قاطع عندما صارت يعني بداية يعني العمل الإسلامي في سنة 89، كل الأخوة البربر أغلبهم يعني انضموا إلى قضية التعريف حتى كل الأمور واضحة. ليس يعني كل البربر ضد سياسة التعريف، والدليل قاطع، وهناك دليل آخر، وأنه رئيس الحكومة الجزائرية برغم أن نختلف معه في بعض الأشياء يعني الإسلامية، إلا أنه هواري بومدين أول رئيس عربي تكلم بالعربية في المنبر الأمم المتحدة، وهذا يدل على أن الشعب الجزائري يعني شعب معرب. فالذي قامت والذين ضد العربي هم لا يمثلون البربر لا من قريب ولا من بعيد. والدليل القاطع، أعطيك مثال، الشيخ عبد السلام ياسيني أمازيغي لكنهم يعني ضد مثلا قضية هذه اللغة الأمازيغية، مع أنه هناك كثير من اللهجات في المغرب. شكرا يا أخي جلال على هذا التوضيح، أشكرك شكر كثير على هذا التوضيح الذي ذكرته، وأعتقد أن هناك اتفاق معك أيضا على أن قضية التعميم قضية مرفوضة في كل القضايا والمسائل التي يتم تناولها. دكتور أمين شناطي من أبو ظبي، السلام عليكم. عليكم السلام. والأخ الدكتور عناية، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا دكتور. فإذا بتتكرم أولا تسمح لي كلمة مداخلة يعني قبل ما أدخل. تفضل يا أستاذ. أولا احنا في طرح موضوع في الصحافة الآن محطة الجزيرة يعني كما تعلمون، لكن أنا بستغل هذه المداخلة معك على أساس تنقل تحياتنا وتهنياتنا لقطر حكومة وشعبا على بث هذه المحطة، حياك الله، لأن فعلا هي تمثل كل إنسان عربي غيور على عروبته وعلى وطنه وعلى دينه. شكرا يا دكتور. وهذا كل إنسان بيشهد في الخارج أو الداخل. الموضوع اللي بدي أقوله بالنسبة للتعريب، إذا احنا بنلاحظ من بداية هذا القرن الأمة العربية هي كما يعرف الجميع وكمان إخواننا المسلمين بيعرفوا أنه هي قلب الإسلام. والأمة العربية مستهدفة من فجر هذا القرن أو قبله. فعندما أجوا الأوروبيين وتعرف التاريخ ومداخلاته وكذب التاريخ وسمسرته وقسموا هذه الأمة بين عرب ومسلمين، وشاهدنا الآن ما نشاهده من الوطن العربي من تفتت ودويلات وكذا، هذا شيء مستهدف من الدول الأجنبية أو الدول الأوروبية. دكتور ممكن عفوا توجز لي، لأن احنا أنا بدي أستوجزها. أنا بدي أقول بالنسبة للغة العربية، باكستان في سنة 1950 طرحت موضوع أنه تعليم اللغة العربية شامل للجامعات. نعم. فيش زعيم عربي تحرك لهذا الشيء، وما زالت باكستان بتنادي في العالم العربي ساعدونا في أساتذة وكذا، ولكن لا أذن صاغية. الهدف تعرف ليش؟ هدف بسيط، أنه الغرب قاعد بخرج عنا أجيال. أولا أنا بدي أعرفك في نفسي، أنا مين عام رابطة العرب البريطانيين. أهلا بك. وإلي الشرف أن أنا متواجد الآن في الإمارات العربية، وإحنا لنا الشرف أن تشاركنا. الطيب. شكرا لك. أوكي، وهذه مش مجاملة لهذا البلد، هو بلد طيب. شكرا. أنا بدي أكلمك في هذا الموضوع. عندنا مشكلة أنه الآن يمسكوا في معظم المراكز الحساسة في التعليم في الإعلام. دكتور لم يعد عندي سوى دقيقة عفوا، فأنا هم الآن أعطيك منها 20 ثانية عفوا. أوكي، هم متابعين للمعاهد الغربية. كيف بتتوقع من واحد خريج معهد غربي يكون غيور على العربي وعلى الدين الإسلامي وعلى وعلى ولا كذا؟ هذه مشكلتنا إحنا. صحيح. وإن كان يعني الدكتور عنايات الله يحمل الجميع المسؤولية، وأنا أشكرك على هذه المداخلة وهذا التوضيح. دكتور، هناك مسؤولية كبيرة الآن ملقاة على عاتق العرب من الكل، يعني من العربي ومن العجم. وأنا أود في ختام البرنامج أن أسألك، يعني ما هو السبيل الآن من خلال خبرتك الواسعة
السبيل للنهوض في قضية اللغة العربية بشكل يعني يعيد للغة العربية حبها، يعني قضية التحبيب. حتى العرب ما عادوا يحبون اللغة العربية، وصار النحو من أثقل الأشياء عند العرب، وصارت البلاغة، وصار العروض، وصارت كل هذه الأشياء أشياء صعبة. ما هو السبيل بإيجاز الذي يمكن أن نخرج به من هذا المأزق وتصبح اللغة العربية لغة محبوبة لأهلها؟ وهذا لا يمكن أداه بالإيجاز، هذا يحتاج إلى حوار ساعة كاملة. ما هي الوسائل لحل هذه المشكلات، وكيف نصل إلى ما نتمنى؟ لكن بإيجاز لو قلنا في كلمتين اثنين السبيل الآن من خلال ما فهمته منك، إذا كان القرآن الكريم هو الأصل بالنسبة للغة العربية، هل نقول نحن نعود لندرس اللغة العربية من خلال القرآن الكريم ونصوصه؟ لا، من اللغة العربية من خلال القرآن الكريم، القواعد اللغة العربية هذا موجود إلى الآن. طيب، ولكن ناتي إلى شيء آخر. انتهى الوقت، وربما تكون هناك حلقة أخرى. شكرا جزيلا لك، كما نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتناول موضوعا هاما آخر، هو حقوق الإنسان بين التشريع الإسلامي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسوف يكون ضيفنا إن شاء الله الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة، الكاتب والمفكر وأستاذ القانون. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.